ودابا واش نصفيين ولا اسفيين؟ كثير من نشطاء تيك توك والانستغرام كيركزوا على هذه النقطه بالذات وكيعقبوا علاش كنقول اسفيه وما كنقولش نصفيه، وعلاش في نظركم؟ غادي نجاوبكم في هذا الفيديو. فكاين جوج ديال الحوايج، اولا لانه كاين واحد المنطقه عريقه في المغرب واللي سميتها منطقه مسفيوه نواحي مراكش، وهذه المنطقه انجبت علماء وعندها واحد التاريخ كبير في النضال ويكفي البحث في تاريخها. ثانيا كاين واحد من اشهر المجرمين في تاريخ المغرب المعاصر، الحاج محمد المسفيوي، واللي ما عنده حتى شي علاقه بمدينه اسفي. هذا المجرم كيتعتبر اول قاتل بالتسلسل في المغرب بعد ما صفاها ل 36 امراه بداعي السرقه. ام طبيعه الحال هذه المعلومات ما غاداش تغير شي حاجه، وانما فقط من اجل مشاركتها معكم، خصوصا الناس اللي عقبوا على كلمه اسفيين ام سفيويين. Moi je suis de Safi et je préfère rester tranquille. La Safiote. شكرا. سلامة.